الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الآن الجزء الثالث. طيب الآن في البلوكس إيش حنسوي؟ أول خطوة نضغط في الكيبورد في الزاوية السفلية آخر شيء كاترل ورقم 2، حيفك معانا ذيك الشاشة. طيب أوكي، يفك معانا ذيك الشاشة، نطلع لفوق شريط المهام وشفت هذه علامة الهوم، نضغط عليها. بعد ما نضغط على علامة الهوم نروح لذا الخيار ENUS، نضغط عليه دبل كليك. بعد كذا نروح عند ديزاين سنتر. بعد كذا لكل شيء من هذه الأشياء، يعني مثلا تحته إيش، تحته لوجو أو تحته يعني اختصارات أو أشكال. طيب لن نروح للهاوس ديزاينر، هذا هو، نضغط دبل كليك بعدين نروح للبلوكس. طيب الآن حنختار ثلاث أشياء، عندنا التواليت توب اللي هو هذا، لو نضغط عليه ضغطة يجينا شكله هنا بالأسود، فنضغط عليه كليك ونسحب لبرا جاء معانا. طيب الآن نبغى سينك اوفال توب، هذه سحبها لبرا كمان. نبغى باث تاب برضو سحبها لبرا. طيب معانا هذه الثلاث اشكال خلاص. الآن نروح برضو لهوم في شريط المهام، وبرضو زي ما قلنا ENUS برضو ديزاينر سنتر. بعدين نروح عند الهوم سبيس بلانر، نضغط دبل كليك ونروح عند البلوكس، نبغى اشكال، ناخذ البيت كوين كذا شكله حيكون، وحناخذ البلانت كذا شكلها حيكون، وحناخذ الصوفة زي كذا شكلها حيكون في اثنين، وحناخذ الدايننج سيت، وحناخذ كمان اللامب، ناخذ لامب. الآن عندنا خمس أشياء خلاص، اللي هو البلانت والصوفة والدايننج سيت والبيد كوين واللام خلاص. الآن كمان نرجع للهوم، نروح برضو نفس هذا الخيار ونفس هذا الخيار، ونختار الكيتشن، نبغى منه برضو بلوكس، نروح ناخذ هذا الأوفن نطلع برا، وناخذ الريفريجريتور هذا طلع برا، وناخذ الدبل سينك لبرا، وهذه الاشياء الثلاثه معانا. طيب بعد كذا نضغط علامه الاكس، لو نلاحظ البلوكس عندنا باللون الابيض، واحنا اصلا هنا عندنا البلوكس باللون ايش، يعني كل واحد هو اللون اللي اختاره. نضغط على البلوكس نحدد كذا، يا سلام، نحدد هذه كمان، بعدين كليك طبعا وتحدد، بعدين نروح هنا وناخذ البلوكس ونضغط عليها خلاص، بعدين سكيب. لا معانا هذه الاشكال خلاص. هذا المقطع الى الان كيف عرفنا نخرج البلوكس من شريط المهام. الان المقطع اللي بعده ان شاء الله كيف الادخال داخل المنزل، والحمد لله.